يتمتع المرء وهو مقبل على اللقاء بجمال الصحراء أو بجمال عفوا الصحراء بالعديد من السمات التي من شأنها أن تعود به إلى الماضي وإلى حياة البداوة. تلقى السياحة الصحراوية رواجا إذن بين الأشخاص الذين لم يألفوا أجواءها، سواء كانوا من داخل السعودية أو من خارجها. يرى البعض في رحلات السفاري فرصة لكي يمارس هوايات مفضلة لديه، والبعض الآخر يرى فيها فرصة لاكتساب فوائد وخبرات في الحياة. وش الله جابنا على هذا؟ يا الله، وين الناس؟ يا ولد يا ولد يا أخوي، مرحبا، اهلين. يلا حي، الله يخليك يا رب. وشلونكم؟ حياك الله. والله اني ضايعين بهالصحراء. انت وجابك المنطقه يا اخوي؟ جيت اوسع صدري، قال الجو بارد. وين موتر؟ وسعت صدري. موترك وينه؟ والله موتر مغرز بعول الطريق. الله المستعان، ابشر ابشر. خذوني معكم. ابشر بالخير. وين بتروحون؟ اطلع معنا في سفاري ان شاء الله وتعين خير. اطلع وسع صدرك. يلا باجي معكم. يلا يلا، خلي اجيب عقالي. بس اختراق رمال الصحراء وتسلق سفوح الجبال والتجول في الأودية بسيارات الدفع الرباعي بالوصول للتطعيس، إنها متعة العودة إلى الطبيعة وخوض تجربة مغايرة تمتزج فيها الإثارة والمغامرة بتلقائية الحياة البرية والفطرية، سواء في معايشة الحيوانات والاختلاط بها أو بصبر أغوار الصحاري وخوض غمارها. ركبنا الدفع الرباعي بالرمل وطلعنا ونزلنا فوق الجبل، يعني تغيير، ما عمري طلعت فوق ونزلت تحت، حتى التراب بهدلني، بس حقيقي مرة رحلة حلوة. أول شيء يجي كرحلة استجمام، يشوف السفاري هذه وسهولة الوصول لها. ثانيا يبدأ عندنا نحن نوصل لهم فكرة كيف الإنسان يقدر يتعامل مع الصحراء. لم يدر بخلد أبو عنان ورفاقه هنا أن تقودهم رحلاتهم السياحية السفاري لتحقيق المعادلة الصعبة بالجمع بين الهواية والاستثمار، بإنشاء فريق نجوم جدة لرحلات السفاري والمغامرة لتعريف السواح وعشاق الصحراء بما تحتويه الحياة البرية في المملكة من مظاهر جغرافية وحياة بدوية بكافة تفاصيلها. ترجعنا لأيام الأصول أو البداوة، تخلينا على قولهم نرجع لأيام الطيبين، أيام أجدادنا. يمكن شوية نحس كيف أجدادنا كانوا عايشين، كيف المتعة الحقيقية. تغيير عن الروتين بعد التطور اللي صار والأشياء والتكنولوجيا، صار في يعني رجوع أكثر وإحساس أكثر بزمان. الإنسان لما يبعد عن ضوضاء المدينة ويروح مكان يكون فيه عايش مع الطبيعة، مع الأرض، مع الكثبان الرملية وسماء ونجوم، يعني جو هادئ. تجربة فريدة تأسر خيال زوارها كبارا وصغارا، تجعلك منذ اللحظة الأولى لدخولك الصحراء أنك أمام عالم بدوي يملك طعما ساحرا لا يضاهيه طعم آخر، خاصة لمن لم يألفوا أجواءها. ما تحلى طلعة البر إلا بشبة النار، يقولون يا ما حلى الفنجال مع سيحة البال في مجلس ما فيه نفس ثقيلة. والجلوس في سهرات السمر والتمتع بالتراث البدوي الأصيل بجوار شبة النار. في هذا الجو العليل وبعيدا عن صخب المدينة، يتجه الكثير من الشباب والشابات في السعودية لقضاء العطلات والمناسبات في أجواء الطبيعة الخلابة، والتي تشكل متنفسا وسط جمالها وهدوئها وصفائها. وصحيح على ما يقولون، هب البراد وزانات النفسية والجو روعة والمشاعر حية، يا زين البر سيناء. يا مصباح، الأخبار الآن جدة.